أهلا بكم من جديد. كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني في تصريح للنشرة الاقتصادية توقيع أطلاق خطة وطنية جديدة لتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري بعد أن تم اعتمادها من قبل مجلس التنمية الاقتصادية. مجلس التنمية الاقتصادية وتمكين وبنك البحرين للتنمية، احنا الآن بصدد رفع الخطة النهائية إلى مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة سيدي سمو ولي العهد لاعتمادها كخطة وطنية لتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الخطة راح تشمل جميع محاور العمل في هذا القطاع، من جوانب تشريعية إلى جوانب تطبيقية، من استحداث القوانين مثل قانون الإعصار والإفلاس إلى التمويل إلى تشجيع الصادرات إلى تقديم المشورات إلى هذه المؤسسات، بحيث أن احنا نعطيها بيئة متكاملة تهيئ لها أسباب النجاح. دشن معهد البحرين للضيافة والتجزئة 5 مرافق تدريبية وتعليمية جديدة بكلفة إجمالية تصل إلى 300,000 دينار، وذلك بهدف تأهيل وتخريج المزيد من الكوادر البحرينية في قطاعات الضيافة والفندقة والبيع بالتجزئة. جاء ذلك خلال جولة ميدانية نظمها المعهد في مقره بمنطقة باربر بحضور مسؤولين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل تمكين، إضافة إلى مسؤولين في قطاع الضيافة والتجزئة، بغية الاطلاع على أبرز المرافق الجديدة في المعهد. وتشتمل المرافق الجديدة على مطبخ رئيسي يشمل قسم إعداد الحلويات وتقطيع الخضروات ومختبر للحاسوب الآلي وقسم للتدريب في المكاتب الأمامية ومراكز الاستقبال وقسم خاص لتدبير الغرف، إضافة إلى مكتبة حديثة بكل ما هو جديد من إصدارات للكتب والوسائل التعليمية المتطورة. طبعا المعهد غني عن التعريف، هو اعتقد هو المعهد الوحيد حاليا اللي يقدم الخدمات الكبيره هذه اللي شفناها اليوم. طبعا هي ترجع لمصلحه من مصلحه البحريني اللي احنا مهتمين في تدريبه وبحث الوظيفه المناسبه له. فاعتقد اليوم شفنا مرافق كانت موجوده وفي مرافق جديده اثبتوا ان الجماعه في جديه وحابين يطلعون بشيء جديد. هاي المعهد يعني كزياره ميدانيه الواحد يحتاج يزور عشان يشوف على ارض الواقع شلون الامور ماشيه، وانا صراحه منبهر شخصيا بالحرفنه الموجوده والحرفيه الموجوده عند الموظفين، وايضا شفنا حتى المتدربين او الطلاب يعني عندهم الحماس وحابين ان ينخرطون في مجال الضيافه والسياحه والفندقه. الموجودين حاليا في المعهد 180 متدرب، 50 متدرب في الدبلومة السويسرية واللي هي تمتد لمدة 2 سنين، و 130 في شهادة العمليات الأساسية الفندقية. نتوقف الآن مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفل المؤشر العام في المنطقة الحمراء بانخفاض نسبته 0.8% عند 1334 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاستثمار وقطاع الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 9,834,000 سهم بقيمة إجمالية قدرها 1,506,000 دينار تم تنفيذها من خلال 81 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 69.8% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
ونتابع الآن مع أغلاقات البورصات الخليجية، ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7480 نقطة بانخفاض نسبته أكثر من ربع نقطة مئوية، متأثرا بانخفاض كبير لمؤشر قطاع الطاقة. ونتحول إلى بورصة الكويت التي أقفلت على ارتفاع نسبته 0.7% وأغلقت عند مستوى 6625 نقطة، وذلك لارتفاع كبير لمؤشر قطاع الخدمات المالية.